صباح الخير الأصدقاء. بزاف د المرات تنفكر علاش الفيديوهات تياخدو ليا وقت طويل وفيهم تم وكذا، وبان لي بأنه أنا اللي في المشكل، أنا اللي تناخد الأمور بواحد الطريقة اللي هي ما خصهاش تخاد بها. دونك هاد الفيديو هذا الهدف منه أنني ندير فيديو سريع ما فيهش بزاف د الخدمة. هاد الفيديو هو جزء من واحد السلسلة ديال الفيديوهات كنوثق فيها كيفاش غادي نستعمر هاد الخريطة بالجرافيتي. بقى معايا وشوف كيفاش غادي تولي هاد الخريطة قبل من 2024. المهم باش نحطكم في الصورة العامة، انا راه الله فقط دابا وغادي نخرج باش نجيب شي حاجة ما ناكل باش نفطر، وانا دايز غادي ندير جرافيتي. صحه شنو اش نسد؟ الا اتا ما حشمتيش انت تتبول هنايا؟ لو تجي تبول انت اسيدي ماشي مشكل. الله يحفظك. السلام عليكم. شفت انا خويا مبقاش؟ جيب لي جوج من هادو مدورين. واخا الفيديو كان الهدف منه انه يكون سهل وما ياخذش بزاف ديال الوقت، صراحه ماشي هذا الشيء اللي كان، حيتاش الحاجه اللي كتاخذ الوقت في فيديو ديال الجرافيتي ماشي هي الصباغه ولكن هي المونتاج، وفي هذا الستيل اللي تندير الموشن جرافيك تياخذ الوقت اكثر من هذا الشيء كامل. خلاصه القول هذا الفيديو خلى لي في المجموع شي 7 سوايع ولا 8، اغلبيتها دازت في المونتاج وفي الافتر افكت، ولكن عجبتني القضيه ديال ان الفيديو تيبان شويه سبونطاني واللي كيتفرج يقدر يعيش معك هذيك التجربه ديال كنت تتصبغ، يسمع الصوت ديال رشات البومبا، يشوف لي ديسكسيون مع الدراري الصغار اللي تيكونوا حدايا ملي تكون تنصبغ، كلشي هادشي زوين. المهم هذا الراي ديالي انا، الا كنتي باغي تبارطاجي معايا الراي ديالك كتبوا لي في كومونتير. بالنسبه للخريطه زدنا فيها هاد جوج لعيبات هادو، الاولى كاينه هنا والثانيه كاينه هنا. وهاد الشيء عطانا 770 متر مربع في الحساب ديال المساحه. فوالا هذا مكان الاصدقاء. برافو اللبوءات وتهلاو.